السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين الحارات. معانا مشروع جديد النهاردة وفكرة حلوة احنا عملناها قبل كده بس كنا عاملينها باللبان. المرة دي هنعمل فيها فكرة حلوة قوي، هنعملها بالعلب. ومعايا الأخ يوسف اهو العلبة دي 500 بتاعتها ب 30 جنيه، عدد كبير جدا ما شاء الله عليها. والخواتم دي يمكن احنا كنا اتكلمنا قبل كده فيها عليها واتكلمنا اهو اسعار. والبالونه ومعانا الشيكابون الاضافه الجديده. طبعا احنا قلنا الشيكابون ده جاب من شارع بين الحارات 5 كيلو ب 115 جنيه، ارخص سعر بتحتور في جمله الجمله. ودوت 28 جنيه احنا قلنا، يمكن هو زاد اليومين دول وصل مثلا 30 جنيه مع الغلوة طبعا اللي احنا بقينا فيه، ربنا يسترها. والبالونة دي فيها 100 ب7.5 جنيه. ودوت كان عندنا قبل كده كنا متكلمين عليه، الصفارة الجميلة دي اللي هي بتاعت الأصفار الحلوة دي، الصفارة دي فيها 1000 صفارة ب45 جنيه. مشروع كله حلو جدا ومربح ومكسبه حلو. نوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. ابدأ يا باشا اهو، بنقفل العلبة. طبعا العلبة دي تيجي على اشكال، في كرومبو وفي سبونش بوب اهو. بنحط ادي اروحة وادي خاتم وادي مثلا بالون اهي صفار كده. دي بتتباع ب0.5 جنيه، بتتباع ب0.5 جنيه اهي. دي تتحط في الكيس 24 واحدة، بتتباع ب9 جنيه او ب8 جنيه عشان برضك السوبر ماركت او البقال يكسب فيها. شارع بين الحارات في رمسيس متفرع من الفجالة. علشان خاطر الناس اللي بتسأل، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بلايك وشير، وارجو الاشتراك في القناة عشان نوصل لكم كل جديد ان شاء الله.